فيديوهات تحضير الطعام من أشهر الفيديوهات على السوشيال ميديا. عدد كبير من البلوجرز اتجهوا لهذا النوع من الفيديوهات. إهدار كميات كبيرة من الطعام كانت الانتقادات التي وجهت لهم. بلوجر شهير قرر التوقف عن هذا التصرف، حضر الوجبات بطريقة اقتصادية وساعد الآخرين. ويسل داود واحد من أشهر بلوجر تحضير الطعام على السوشيال ميديا، وحقق شهرة كبيرة بسبب فيديوهاته المميزة، خاصة وأنه كان يعد الطعام بكميات كبيرة. انتقد عدد كبير من متابعيه طريقة تحضيره للطعام، خاصة وأنه يهدر كميات كبيرة منها. نشر ويسل داود مؤخراً مقطعاً مصوراً كشف من خلاله عن قرار جديد اتخذه، فبدلاً من إهدار كميات كبيرة من الطعام خلال تصوير أحد الفيديوهات، تذكر الفقراء والدول الفقيرة التي تعاني من مجاعات، وقرر تغيير محتوى الفيديوهات التي يقدمها. ظهر البلوجر وهو يحضر وجبة المكرونة بالتونة بطريقته الخاصة، وحضر كميات كبيرة من الطعام كعادته، لكنه هذه المرة قرر عدم إهدارها بطريقة غير لائقة، وبعد الانتهاء من تحضير هذه الوجبة قام بتغليفها في أطباق خاصة بتوزيع الطعام. نزل البلوجر الشهير للشارع وبدأ في توزيع الطعام على المحتاجين والفقراء، واستطاع أن يرسم البهجة على وجوه عدد كبير من المرة في الشارع بدلاً من إهدار الطعام خلال التصوير. نال هذا المقطع إعجاب عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، وأبدوا إعجابهم بهذه الفكرة المميزة التي ساعدت عدداً من الفقراء على إيجاد طعامهم. خلال الفترة الماضية ازداد عدد البلوجر الذين يقدمون الطعام على السوشيال ميديا، وتعرض عدد كبير منهم لانتقادات بالغة بسبب إهدارهم لكميات كبيرة من الطعام خلال تحضيرها، وذلك في الوقت الذي تعاني منه عدة دول من فقر شديد وأزمات اقتصادية عالمية نتج عنها نقص في عدد من الموارد الغذائية وزيادة كبيرة في بعضها.